بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال امر وين دعالة ادون كمال والباء كجوكتان وان اركا فيرس كحوق قبضان اي سنو اتكيسان كرين حقيقة انصاب من ديگينو هل ديبان كاسي هدلي برلمان كفدرال كصومالي ادمانتي موشين كي عسلا عاصمة براو ميلان ماركيس هوية اي كدولين اما سالبالار برلمان كميلان اي هرقيين موشين دق دق اي كاكينين قدون كبرلمان كنا قد دق دق او اصاري حاوي قعان كهذا البي قادي مركي ماركي سموشين كاسي لكياني وحال اسكو داي اي اني حل ديبان نادا كسو جيدا استيت كميلان لهنددو والله افقبتو ما دام الدكريتا اي تاي هذا اللادا اي كجيدي ان ماشا ويسا شقين ويدي صومالي دا معني حق او هاد ليسا بضطي كورم كيواء وبحسدي وانا لفولي لكن حل ديبان كان هذا او مهد صلاة المادر رئيهين او اسباريستي اشعة او كسو جيدة قلمدوك ومضو حول له ريمادي يعني ضد كيان لك لصارن حل ديبان كا فقه وفي عيه لكن حل ديبان كي كلي معني عرب حنفل ايو ماشان معني كشان قريي مركولي حل ديبان كاسي اولي هاي ضد حنفو سميي وحل ديبان علي بغدي وحل ديبان كي أفايان كاللوغر ديجي حل ديبان نظام ميلان فدرالك صوماليات الرمتان شالي هاد لاي محو حل ديبان كاسي يري وحو يري أنقو عيدامو بالات والدولة دا صومالية شاتي يدا هوان ايا ماشا مدحتو يدا ويراري مقالة دا ويراري قبل كان نباتكو هاي سيدا سويري هدي عيدا مبدالات صومالي وحيس كدر ستان اوغيني انقا بكويا نوحي كدقا لما نقلمدوك ايهر شبال لكن مدحتو يما قبصدان قبل نما شاكتان ايربور نما قوستاني دي هدي ماركي سي معني سيدا ايتانا لغا سوقادو هدي عيدا ملقينا يكوين انقا بسراكيل عيدا نالينا نلوغي دالكوا فدرال انتا سويري اسلام الله مكوقل ديهي حنفتو الشيء ما هي تاي نين كان علبان كا جورا لنا شيء محول لك جبنايا محول لك كرايا ده كيان لك لصاري هي عباد ككبة حياة ما هي تاي يان لك لصاري ولا علينا النهاي علبان كلها ده كقوة صدر يجا علبان وا ده كوا رير كافر قلبت ما أهم هذا مكو شيء نين هوية أو قري وطا لول كاسي مكو نولان دونو dulkaasi waxa loogu noolaan doona dad shacab oo macnaheeyo hawiye oo la xukumo iyo dadkii iska laha digil iyo mirifle iyo biimaal iyo jireer oo xukuma macnaheeyo warka in la warwareejiyo maahan way soo dhamaatay si lamid ah sida dadka digil iyo miriflaha iyo biimaalka koofurta ka soo jeeda markay galmudug joogan iyagoo shacab ah loo xukumo ay cashuur u dhiibaan سيداسان صحة سيداسان فدرالة هذه أدمير حكومة كرتان إذن كو قري وطا ودواء يوسف راقي أو عيسى رتي أولا شيء إيا نكالي رمهات صلاة إيا حسن شيخ محمود إيا فقي ها أمك عابانو عيدامو إيا تليييال مقالة دا قروي مدحتو يدا قروينا إيرا بورك ها قوستان مدحتو يدانا ها ويرارانو مركاسان إذن دقيسان كرنا لكن شعب كيان لك لصارين النقبة النقبة حل ديبان نظر معنية شعب كجوغة قل مدوك اكسو جيدا ديقل اي مريف لي حل ديبان عن وحي يس حل ديبان عن اطاي لكن محال حل ديبان اطاي يغو شعبة لبان اوكال قادينا شعب كديقل اي مريف لي اي جوغة قل مدوك قوري موطان شعب بي كجوغان اسبارة مردتان عشور دي بي يالواي مرتي ادبل واي ولي بد كارا لو سمي كان صوغ لي كان كبح والوغي طلبابنا عيدا كدقل اي مرفلا كترسان فدرال كماشا ستاقانا وحاوي قراني مدى يكود دقال لماان يغو وليبا لشرقولا للايو هو يوين كينا اي شواب كحوريان شواب كانوا اسلا ايدين كي ماركا يسا ودوين مقوستان ايربور مقوستان كو قبسا كو قدي ميدي مصاميان اذي كان سيدو كلاواي اناد احاتان ماشا فدرال كسيدا سو تلماميا دادكو يسوك عين marka xildhibaan xildhibaan Cali Bagadi wuxuu xildhibaan u yahay dad shacab oo marti edeb leh
دجن جوري حلالا كنول لكن قري وطا وماركي سهوية هل دمام وما أهن علي بجدي معني this you have to keep in your mind تاني وإن أدمانك كويسة هدي مجالة هرجيسة يبرعو أديكو ماركي سه سركالة عيدا وطا إسبارة أدن دجن كرين هدي مجالة جروي يبوساسة يبرتين لي أديكو سركالة ومعني هوية إسبارة أدن دجن كرين تليا أدو أمك عابي كرين ولا لو هدي نيك الدجل إيه مريفلاء معني الصق والطليق والسركالة إصبارة عن وديان كرين لو سمر ربيع عدادو ولا لو وحي الشاب الله هو سيء براوي أفجوي أنا هوية قريبا وتوان دولة دينا اعتراضت وإذا بدرع إيه معك يس إسقوس من الله قادن كرو على بجدنا حلبان وما أنكاسي وحلبان وياه قف شعب جورجي سدجن ومعني ماتي وهوية لكن الشاب الله هو سيء عقوري كو وذن كرا ميلا أكلية قدب كان إساقا ميل أدك بانكو قرينا قف كرا أقوري كو وذن كاري دونا مجرو قدب كان إساقا وحان روائنا ميل وغسوهرنا ولا ليال حلبان نظر ميلا ماركي سمعنيه موشن بيجيين دك دك أه أرينتو دوا الدكريتو مدحوينا ميلا أبد عسيس لفتا قرينا حمر بوكسو دك يا ساعدا سو أعدن ضبا وحيدها يان حمر والقدلة لفتا قرينا هدي ودكي سؤو قلو لمانيا مرة إن قفنا لغو عبسيو والذين دلايا حمر انتين وقتقينا حمرتا صوتي عمر شيغو وقدومية كاها داد كان مانتا تونيدا لليه وعاسمة دبرا وإيجا إسكالي ورحمر سو إيجو غوفرنر كما أهين إسكمال أهين سو إيجو كما تلينجرين حسبية دي الدالك هالقمي مدح بناني دا صومالي هرسيدين حسبية حسبية اللي يجي يخشيت كده قال لهم سو ماركي ستوني ما هو جامينين عبد الله البغدي شيخ عبد القادر شيخ سقاودين بالكشك يا سو دقلي مرفلا ماهن اللي يجي يا هو جامين عينا سو دقلي مرفلا ماهن مركا معني نين الشلي وحن مقلا يكوها برقدير ونهاي براوي اجنبي با دقنا انك قبصني already براوي دادك الدقن او دقلي مرفلا اسكالي وحمرنا حكومي هبر قدير أن حمر بجوجين كن سجال بقول كنتن يلحد الداخلية دي تريتوريال كونسيلي دي سامالو بامانته وحيكوت الماما يان أنو لول هلا قفل ماله ضد أن سامالي أهيم بنك قبصني ماش راس مركب وحكا عرقتا دقلي مريفلا وضد كان إن سامالي بإن تهين أي دي ديهين مرة إني معني قرشي سنين قبل كان إني إذا كجوين isbaaristayaasha tuuta dawladda wata inta ay hadda soo fariisteen wati ay lahayeen war kuwa bay dhab laga keenay oo argagixisa ah oo edeb aan lahayn ayaa ciidamada ku uleeyay 80 askari ah oo koonfur galbeed laga keenay meesha uu sidaas kale yahay waa caasimadda oo Mainland horta magacan koonfur galbeed ina iska deysaan waa kari weeyseen waan idin kala talinay war fiiri magaca bay iyo bakoola la damacay in la idin ku shaabaday oo la idin ku kuuso adinkoo dhan qorshe la dajiyay oo siyaasadeed buu aha BBC da idaacad walba loo adeegsanay laanta af Soomaali maxaaga oo joogeen Yusuf Garad iyo Baabanshe haddana ciyaartii waa la bedelay anaga waxaan ku dadaalnay koofur galbeed inaan soo bixino haddana macnii Mainland aan idin keenay war dadkan hal kala dhamaade dhulkan waa Mainland adinkuna reer maay baa tiin my speaking people ba iskale Soomaalidana waa maay maxaa dastuurka ku qoran tahay maxaa baarlamaanka intuu fariisto 95 bay dhaba fadhiya dhulkeena Mainland allah lixri xidig maxaa u dhilaadi ila arba rukn why maxay taa waxa ka warwareegaysan war fiiri qofka galmudu ka yimaaday dhulkiisa galmudugu u la baxay xaafadaha xamarna galmudugu u bixinaya laba jeengad meesha ku dhisto xaafada galmudug dukaanka galmudug oo bixinaya sumad waaye war maxay idin diidan heer waxa la gaaray hata Cabdi Qadir Aadan soo baxal gamihi ay ka baqayeen isbaaristayaasha siyaasadda in markayse macnii sartiisi hata la bedelo oo 14 Oktoobar loo bixiyo bay markayse soo hindiseen nimankan inkastoo ay shaqayn weeyday soobe magaciisa aanu guureynin marka horta macnii ma fariisataan baarlamaanka xidigahan lixda ah iyo markaysa arba rukun ma dhahdaan annaga Mainland Soomaali manayha waligeen ma ii maxaaban ahayn dastuurkana saasa ku qoran adduunkana garab baa keelaysan niyo ma ii ma tahay maya iska bax ma soo dhaweeyo ma tahay nin mayga uu ku soo dagay oo may noqday maya sida America na dhaaf ma ii ma tahay ha waan ahay deg kaararka in saas lagu qoro
in lagu qoro ma iyo maxaa basbaarti kadibna qabiilkiisa hoos loogu qoro qofka kaartiisi marka dadka digil iyo mirifle waxaan u sheegayaa dhusamareeb iyo marka joogtaan waa la idin sidii qaxootiga UNHCR ama qaxootiyada Yurub baa la idin diiwaan geliyaa ya adna waxaa lagu sheegayaa waan isla leenahay horey waa isla leenahay wax lira ma jiraan inaad taas ku baraarugtaan aan rabaa ani marka waxaan rabaa inaan qodob kooban aan sheego mooshin waa la geeyey ee markaysa xildhibaanadu way hadleen odayaasha way hadleen waxaasoo dhan wax ka asalsan aan kuu sheegaa asalkan idiin sheegaa digil iyo mirifle maanta horta raxaweyn iyo hawiye oo hubaysan shabeellada hoose ma wada joogi doonaan ani ra'yiga aan qabo ama raxaweyn baa ka tagaysa ama waxaa ka tagaya hawiyaha hubaysan dad baa waxay dhahayaan qaar ka reeb maayo waxba kama reebaayo hawiye hubaysan sida raxaweyn hubaysan aanay u joogi karin isbaare aan u dhigan karin dhulka hawiye hawiye hubaysanna ma joogi karo dhulka digil iyo mirifle nimanka hawiye khalkhal baa ka muuqda cabsi baa ka muuqata baarlamaanka khalkhalkooda waad u jeedaan waxay leeyihin yaan la qabiilaynin waxay aad uga baqayaan in bahasha macnihii qabiil ay noqoto iyagaana qabiil ka dhigay qabiil baytuuta usoo geliyeen 30 sano nimankaasi meesha ay ku hayeen